كسارة حديثة سنة 2018. هاي الكسارة مكسر للتجار فستق الحلبي. والكسارة هاي بيجيبونا الفستق بعد ما يجيبوا من المنشر بيجيبونا على الكسارة. والكسارة بنجيبه بناخده على الغرابين التصنيف. منصنفه بيطالع لأربع كسارات، صنف أكبر بأصغر بأصغر بأصغر. ومنا بنطالعه من الكسارات بنحطه على غرابيل، والغرابيل بتوحد بتطالعه للنسافات، والنسافات بتوحده بتطالع اللب صافي وقشر وكسره وكل شيء لحال. وعم نصدره على جميع دول العالم. ومنا لللب يعني بيطلع لوين كان، اللب البلدي المركاني مشهور في العالم، يعني ما في لا ايراني ولا تركي ولا شيء. عندنا اهم شيء اهم من ماده اللب، عندنا ماده القشر، يعني لكل ريف حماه كلياته بيستعمل ماده القشر كتدفئه اوليه، لا مازوت ولا غيره، هاي تدفئه لكل العالم بتدفي، يعني صوبات قشر صارت والحمد لله متوفر القشر. وكل العالم لانه يعني عم نول ما كان في موسم جبنا من تركيا، والسنه لا الحمد لله توفر القشر بشكل كبير. الصعوبات عم نعاني منها بالكساره هي اهم شيء الكهرباء، ما موجود الكهرباء، كونه عم يشتغل عم ولدي مازوت عم نعاني كثير، عم تكلف كثير، عم تكلفنا كثير وصعوبه. وهي والمي اهم شيء، كون الفستق قبل ما ينحط بده نقع بمي، وما عم نجيب صهاريج مي بالصهاريج وعم تكلفنا مكلفه. بالنسبة للكسارة يعني العمال مستفيد كثير، يعني هلق عندنا هون بيجي 10 عمال، وعندنا شيء 15 صبية بناقين اللب، يعني بيطالع عنه جاهز، مستفيد كثير العالم، والضيعة استفادت كثير بالرجعة كون المنطقة صارت آمنة، ونتمنى كل العالم يرجعوا الضيعة آمنة والحمد لله ما فيها شيء.